الساعة 4 مثلا، بقول كنت في قصر زهران، رحت ما أشوف الملك، الملك عبد الله، الملكة رانيا، كلهم موجودين. أنا فكل فكري إنه بدي أصور العيلة اللي أتريته، ما في تصوير، بس إنه إنه زهراب رجع من أمريكا. أنا انحرجت ولابس كنت سلك، في 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 ثواني صار صرت كله عرقت، كل قميصي صار عرق، فاهمة؟ اجيت هيك ركضت وبست ايد الملك وايد الملكه زين. بهدلتني الملكه زين، لانه انا بحكي تركي كمان. قالت لي اولادنا بحبوك، ليش تركت روحت؟ انا انحرجت، شو بدي اجاوب؟ قلت لها قولي لابنك ليش رحت. ابنها مين؟ الملك حسين. طلع علي هيك قال ولك انا اللي انا اللي خليتك تروح على امريكا؟ قلت له يا سيدي مشيها دخيلك، لانه انا منحرج مش قادر، شو بدي احكي.